صرحت وزيرة التعاون الدولي رانيا نشاط بأن مصر لديها محفظة تعاون إنمائي ضخمة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأضافت أنه يتم في إطار تلك المحفظة تنفيذ العديد من البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي إلى جانب تبادل الخبرات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة، وأكد توفير الدعم الفني بما يعزز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال إلقاء الوزيرة محاضرة للقيادات الحكومية المشاركة في البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية بحضور المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب.